متابعينا الاعزاء، برنامجنا مثل ما تعودتوا عليه هو تقريب وجهات النظر بين اللي المتزاعلين وبين اللي حقيقه تختلف وجهات نظرهم او صار شيء من الاختلاف بينهم. فنانا ام من حضرتك؟ ام نور. راح نحاول نتصل باختها الكبيره، صار اكو فد سوء فهم، هذا السوء فهم ادى الى الزعل بيناتهم. قصا لك متزاعلين؟ احسن بالشهر. يلا ان شاء الله يعني مو فتره طويله لعد، يعني بعدها القلوب لينه لعد. اي يعني كل ما يطول الزعل القلوب تقسى. اي فتحي لنا مايكروفون. ايش اسمها؟ ام منو؟ ام منور. ام منور؟ تعالج. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ام منور ويانا؟ ايوه بيك. شلون الاحوال؟ الحمد لله بخير. الله يخليك. وياك الاعلامي منتظر رماحي من وكاله الداعي نيوز. الله يسلمك. ام نور، ام انوار، اذا شخص زعلان عليك وخابرك مثلا وراد يصفي الامر بيناتكم وترجع العلاقه طبيعيه، خصوصا احنا اليوم بشهر رمضان المبارك. شنو رايك؟ ممكن ترجع هذه الامور؟ ممكن ترجع العلاقه؟ ويانا اختك ام نور. اهلا وسهلا فيك وفيها. الله يخليك. احنا برنامجنا صفي قلبك. والله صفي قلبي تغير لي الحمد لله. الله يخليك. برنامجنا هو مبادره من وكاله الداعي نيوز لاشاعه روح التسامح والمحبه بين اهلنا وناسنا العراقيين. يا اهلا وسهلا بكم، الله يساعدكم ويعينكم على فعل الخير. الله يخليك. فهسه هي دا تحكي لي مبين يعني حتى دمعة عيونها، لانه اعتقد هواي تحبك. والله نفس الشعور، انا اصدق يعني 24 ساعه على بالي. تدري لما شفت الرقم شلون كيفت؟ تقول مش شفت الرقم هواي كيفت. بعد ليش هذا الزعل اللي مطول صار له شهر ما ادري ايش قد؟ والله ما ادري يعني والله ما انا مو تسمية تخابر على زوجي. اي وما تسال علي. فانا احبها صعبه يعني. ام انوار انا دا شو دا يعني هسه من خلال كلامك ومن خلال ام نور اللي دا اشوفها قدامي يعني انتم هوايه تحبون بعض. وانا من روحي عزها. الله يخليك. انت تسمعيها لو لا؟ زين؟ الله يديمها عليكم ان شاء الله ويا ربي ما يحرمكم من بعض، يعني نقدر نقول هسه انت صافت القلوب؟ لا يا معود والله ماكو شيء اصلا، والله انا ما عندي اي شيء بقلبي، والله عزها وقت العزيزه هي. زين، يلا لو هي تعزمك لو انت تعزميها لعد باكر او عقبه؟ وتريدون تعزمونا احنا الكادر البرنامج بكيفكم. الحمد لله والشكر. يلا ان شاء الله بعد هذا البرنامج ترجع ام نور تخابرك، وان شاء الله باكر تلتقون ويرجع كل شيء بمكانه. مشكور يا طال عمرك، مشكور، شكرا على هالمبادره الحلوه الجميله، شكرا. احنا هم نشكرك لنفسك الطيبه ام انور، كل كادر البرنامج وكادر الوكاله حقيقه يحييك ويحيي كذلك ام نور. الله يحفظك. الله يحفظك. في امان الله. في امان الله منور. الله يخليك. الله يحفظك. في امان الله. ان شاء الله حليناها. ان شاء الله مشكورين وما قصرت. الله يخليك. ان شاء الله يعني انا برايي هو كان احنا ندور طرف ثالث يعني يبادر. انت صرت برنامج صفي قلبك. اي صرت انا مسامح وارجو من قلبك يسامح.